أو الوصفة يعني مكوناتها كتير شويتين، بس في الآخر هتطلع طعمها حلو قوي. معانا مكعبات لحمة، سبانخ، بصل، مكعبات بصل وبصل أخضر، والخضرة شبت وبقدونس وكزبرة، مكعبات طماطم، بهارات اللحمة، اللومي أو الليمون الأسود، زبدة، ثوم مفروم. أول حاجة هعملها إن أنا هحط هنا الزيت، وهنعمل هنا الخضرة عشان عايزاها تتشوح كويس قوي مع بعض. طيب نحط الخضرة الأول عقبال ما الحلة بتاعت اللحمة تسخن. الزبدة اهي، هنحط فص تومة، هنحط هنا ثلاث تومات، فص تومة هنحطه هنا اهو كده، هنحط هنا البقدونس، وبعدين هنحط الشبت اهو، نحط نسيت بقى نحط السبانخ المفروض اول حاجه، فهنحطها هنا الاول واطلعها، وبعدين ايه السبانخ مع الفص الثوم الثاني. احنا قلنا هنحط ثلاث فصوص ثوم، اول فص مع الخضره، ثاني فص مع السبانخ، ثالث فص هنحطه مع اللحمه. اتاكد ان هما اتشوحوا كويس والريحه ابتدت تطلع. احط البصل الاخضر مع مكعب زبده صغيره، شايفين الخضار اللي فاتح مع الغامق. عايزه اقول لكم الروايح كده دخلت في بعض. نحط البصل، هسيب شويه عشان عايزه احطهم مع اللحم. اقلب كده كويس قوي. وابص على السبانخ. اول ما تدبل هبتدي احطها مع الخضره على طول، او ممكن احط الخضره هنا عقبال ما اللحمه تتشوح الاول. اهي كده دبلت، احط هنا كده الخضرة، في نفس الطاسة هحط اللحمة، بس ايه عايزة اشيل اي اثار للخضرة عشان بس ايه ما تتحرقش. نحط بقى هنا الزيت، هبتدي هنا بقى احط الفلفل الاسود، احط اللحمه كده اهو، بس كده الوصفه الاولى اهو ابتديت اظبطها. هنعمل ايه في اللحمه؟ هنحط البصل كده اهو، هنحط الثوم كده اهو، هنحط المكعبات
طماطمايه واحده بس، وهستنى بس كده الطماطم تتسبك مع البصل. خلاص كده اللحمه مع مكعبات الطماطم، هنعمل كل ده مش هيتقلب، هنحط كده زي ما هي كده هنحطها هنا اهو، وبرده ما نقلبش. خلاص اهو هنعمل ايه هنا بقى؟ هنا هحط الزبده هنحط دي مكانها كده، هنا بقى هحط الفلفل الاسود، ما ننساش نحط بهارات اللحمه هنا كده، ونحط واحده من الليمون الاسود. هنجيب بقى كده اللوبيا هنشوحها هنا كده، طيب اللوبيا هي انا شوحتها، هجيب بس اقل من معلقه كريمه يعتبر، وهنحطها كده تطريها، وهنا برضو هنحط الكريمه بس، وعبال ما اللوبيا دي كده تغلي، ودي كمان هبتدي بقى اقلبها، خلاص محتاجة بقى تتقلب كده. تعالوا شموا الروائح اللي انا شماها، كل الروائح مع بعض، واللومي كمان بيعمل نكهة ما تستهونوش بيها. اخر حاجة هنعملها قبل ما نقدمها بالظبط معلقة ليمون، معلقة واحدة بس، وهقلبها كده اهو بس، وابتدي اغرفها.